انتوا اتنين، تمام؟ هيبقى هنا عبارة عن اتنين، تمام؟ اتنين ناقص واحد هيبقى بواحد، تمام؟ تمام. طيب وبعد كده يا شباب دي هتبقى ايه؟ هتبقى بواحد، خلاص ما احنا سلفنا اللي جنبها واحد من واحد صفر، واللي جنبها بقت صفر، صفر من صفر صفر، واحد ناقص واحد صفر، واحد ناقص واحد صفر، واحد ناقص واحد صفر، وحط علامة السالب بتاعتنا، تمام؟ تمام. طيب هنيجي هنا في النظام العشري بتاعنا، 241 ناقص 237 هيطلع لنا عبارة عن 4، وبنحط علامة السالب بتاعتنا يبقى سالب 4، يبقى ده هو ده. اه ده هو ده. طيب ازاي ده هو ده؟ انا لو عملت هنا بالوت هنا 1 2 4، تمام؟ يعني عبارة عن 4 بس، لأن كده 1 و2 ملهمش قيم، تمام؟ فعبارة عن 4 بس، يعني هنا طلعت لي برضو ايه؟ بسالب 4. كده أنا أكدت المسألة بتاعتي بالحل بتاعي، تمام؟ طيب في مسألة واجب أنا بعتها على الجروب، ممكن أنتوا ترجعوا تحلوها وتجيبوها معاكم. المحاضرة دي يا جماعة عبارة عن محاضرتين، يعني هي محاضرة واحدة انا هقسمها على جزئين. دي بقى بقسمها على جزئين عشان كمية الانفو فيها كبيرة، تمام؟ والانفو لو المعلومات كتيرة هتعمل kind of confusion، يعني الناس هتبتدي تبقى خلاص المعلومات تخش في بعضها، تمام؟ واسف لو في حاجات سهوا كده وقعت مني، بسبب ان انا بسجل لكم الفيديو ده حوالي الساعة 3 الفجر، فانا تقريبا يعني شبه انتهيت النهارده، فاسف لو في شويه حاجات وقعت مني في النص. واشوفكم كده الفيديو الجاي ان شاء الله، واشوفكم على خير، بالتوفيق للجميع، مع السلامه.